بابا وماما تزوجوا عن حب زعما، ومن بعد الزواج بقاو عامين تقريبا عاد حملت بيا ماما. قصتي غادي تبدا فاش كان عندي 5 سنين. بابا كان كيمارس عليا الجنس. فاش كنت صغيرة همي هو اللعب، بحالي بحال اي طفل صغير. باقا عقل مزيان على واحد النهار بابا كان متكي في الصالة لابس الشورت، وانا طلعت عنده كنعنق فيه وكنلعب معاه، وهو يشد لي ايدي وهو يحطها عليه. بقيت كنلعب وما كنتش عارفة، حتى جات ماما وشافتني وبقات كتغاوت مع بابا. انا هاد الشي ما بديت كنرد ليه البال حتى كبرت، وبديت كنتفكر شي امور. كنتفكر باللي قبل كان كيجلسني فوق، ومن بعد وليت كنتفكر حتى فاش كتكون ماما خارجه ولا عند الجيران ولا عند العائله ولا الا مشات للسوق. بعض المرات حتى فاش كتكون في السطح كتنشر الحوايج، كيدخلني للطواليت وكيسدها وكيبقى يدير شي حوايج اللي مرضوني في صحتي. كل نهار عايشه في كوابيس عيفني منه، كنت كنشوفه عريان وكيبقى يدير معايا شي حوايج وكيخليني ندير ليه شي حوايج اللي ما تصوروهمش وما يطيحوا لكمش على البال. انا ما كنت عارفه والو، وكان كيبقى يهددني باش ما نقول والو لماما. حتى اختي اللي عندها 3 سنين شحال من مره شفتو حاطها فوقه وهو عرقان. ماما تدهات مع جدة واحد الفتره، جدة كانت مرضات وكانت ماما كتمشي عندها يوميا من الصباح حتى العشيه، وكانت كتخلي معنا بابا. هذيك الفتره كانت عندي تقريبا 9 سنين. خلى ماما حتى خرجت وهو يجي عندي للفراش. كنت ناعسه ما كنت قارية حتى العشيه، كنحس بشي حاجه قصتني في خاضي. قفزت سد ليا فمي وقال ليا سكتي غير انا، سد الباب وبدا كيمارس معايا. كان كيمارس معايا من اللور، وكانت فوق ما تخرج ماما يجي ليا. حتى اختي ولا كيشركها معايا في الفراش وكيجمعنا بجوج، وحتى هي كان كيهددها باش ما تقول حتى شي حاجه لماما ولا شي واحد اخر. بقينا هكاك، وليت كنشوفو عريان، وليت كنشوف اختي حتى هي عريانه معنا في الفراش، ولا كيجمعنا بجوج. فاش درت 12 عام دخل عليا وافتض البكاره ديالي، وكيبقى يقول لي انتي ديالي، علاش يديك شي واحد اخر؟ انا اللي كنوكلك ونشربك، وفي الاخر تجيبي لي واحد يشبع فيك. ما كنت كنقد نقول ماما والو، كنا كنخافو. ماما شحال من مره شكات فيه وكتجي كتسولني، ولكن انا ما كنتش كنقدر نهضر. واحد النهار ماما كانت مريضه، من بعد ما عرفات ان فيها الكونسير كانت مسكينه كتكون عيانه بزاف. واحد النهار دخل عليا وبدا كيمارس معايا وهو سد ليا فمي، وهي تجي ماما وهي تلقاه هاز الفوقيه ديالو، بدات كتغوت وكتضرب فيه، بقى كيطلب فيها باش تسكت وما تفضحوش. قال ليها باللي ما غاديش يبقى يعاود. جات ماما وانا نعاود ليها كل شيء، وعرفات باللي اختي حتى هي دخل عليها وباللي كيمارس علينا بجوج وكيجمعنا بجوج. ماما بقات كتغوت، كانت باغا تطلق. ناضوا ليها العائله اللي ما بغاتش تعاود ليهم السبب علاش باغا تطلق، كلشي ناض ضدها حيت قالوا ليها راجلك مزيان انتي اللي خايبه. بقات ماما مسكينه ساكته، ما بغاتش تفضحنا باش ما يعايروناش العائله انا واختي. وعاد فوق هاد الشيء ماما ما عندها لا خدمه ولا والو، بقات مسكينه معانا ساكته، ولكن كانت دائما رد معانا البال وحاضيه، ما كتخليناش معاه. حتى بدينا كنديوها في قرايتنا انا واختي وهي تموت ماما الله يرحمها. هادي عامين. في الشهور الاولى
ما كان كيوقع والو، وكان مزيان. ولكن غير دازت هذيك 3 شهور من بعد موت ماما، رجع لحالته وبدا كيمارس عليا انا واختي في الليل وفي النهار. ما كانش كيخلينا نخرجوا، كيدخل بالساروت ويخرج بالساروت، كيخاف لا نقولوا شي واحد شي حاجه لا نفضحوه. كان كيضربنا وكيعنفنا وكيغوت علينا باش نبقاو ديما ساكتين وديما خايفين منه. كان كيمارس عليا انا واختي في اي وقت بغى، وكان كيجمعنا بجوج، كان كيدير لينا شي حوايج بحال عيالاتو. اي حاجه تقدر تطيح لكم في البال كان كيديرها. كرهت راسي انا واختي، اختي حاولت تنتحر شحال من مره، ولكن هادشي كله ما هدوش وبقات حالته هي حالته. قررت انا واختي نهربو، ولكن ما قديناش حيت ما عندنا فين نمشيو، وعاد تربى فينا هذاك الخوف من الضرب ديالو والرعب اللي معيشنا فيه. وفوق هادشي كله حابسنا حتى الشرجم منعو علينا. ولكن واخا هادشي كله ما قديتش نصبر انا واختي، وفكرنا نهربو. واحد النهار جبتو للبيت وخليتو يحيد حوايجو ويحط السروال اللي فيه الساروت. كنت متفقه مع اختي باش غير يحط الساروت تهزو وتمشي دير عليه الدوبل من بعد ما تخرج بشويه. بقيت انا شاده في البيت كنتفرج انا وياه في الافلام الاباحيه. خليتو يثيق اني مرتاحه وبقى عاقله، قال لي هكا بغيتك تبقاي وبغيتك هكا ديري ليا ديما، حيت اليوم عجبني الحال معاك بزاف وكنحس بيك مبدله. انا هذيك الساعه ما كرهتش نقتلو، كرهت ريحته صوته نفسه. كان عيف منه انا كنشوفو عريان فوقي وفوق اختي. فاش كان كيبغي ينوض كنقول له لا بلاتي، انا نجرب لك هادي، انا ندير لك هادي حتى هي مزيان. وفاش كيسول على اختي كنقول له مريضه، غير خليها عليك، انا بغيتك اليوم ليا. خليته حتى حسيت باختي رجعات وانا نوض. بصراحه مشيت وبقيت كنرد، عفت من راسي، عفت من هذاك الشي كله. دوشت وانا كنبكي، كرهت راسي. من بعد خليته مشى يدوش ومشى نعس، وبديت كنوجد انا واختي حوايجنا. وغير خرج عند صحابو القهوه هربت انا واختي. ما كناش عارفين فين نمشيو، ما كانش عندنا الفلوس، ولكن كان همنا هو نبعدو منه ومن الويل اللي معيشنا فيه. ولكن من بعد عرفت باللي خرجنا من ويل ودخلنا في ويل اخر، دخلنا في دوامه. انا دابا في الزنقه، مره كاريه مره على برا، مره خدامه ومره لا، مره واكله والف لا. فاش كنمشي نبغي نخدم كلشي كيبغي حتى يمارس معايا، عادي شوف وشوف تشوف واش نخدم ولا لا. كلشي كيشوفني كسلعة، كيشوفني كجسد ماشي كإنسانة من حقها تعيش. دابا اختي في بلاصه وانا في بلاصه، ومع هاد الظروف اللي كنعيشو زادت تأزمات علينا الوضعيه. اللي بغيت تاخدو من قصتي تاخدو عبره، ما تبقاوش تخليو ولادكم وبناتكم لاي واحد. الثقه ما كايناش حتى في اقرب الناس. ما بغيتكمش تبقاو تحكموا على اي وحده شفتوها في الزنقه، حيت ما اختارتش، ما كرهاتش حتى هي تعيش في دار في الدفء تاكل وتنعس مرتاحه. حتى واحد ما اختار الزنقه، وانا ما اختاريتش هذيك الطريق. وحتى قط ما كيهرب من دار العرس.